بابا كرولوس كان بيعمل ايه في اسبوع الالام؟ يعني ايه طقوسه؟ وبصراحة نفسي اعرف لما كان حتى بيفطر كان بياكل ايه؟ لا ما انا صراحة يعني ما كنت في مصر قديمة، كان الساكنين في مصر قديمة يقولوا لي يعني ثلاث ارباع الاكل كله عدس، وكان برضو بعض الرهبان موجود زي ابو نمت مسكين كان بيبعد شوية، ام صمويل ام بشنودة ام بس ناس بني سويف، وكان في بعض الرهبان تاني بتنزل كان يعني طبيخ العدس وكان هو اللي بيطبخ. فعايز اقول برضو يعني يمكن اكتريت حاجة، لكن لما رحنا البطرخانة كان الطعام بتاعه يجي من مصر قديمة مع الاربان. فعايز اقول برضو هو كان يتحط له كل حاجة ياكلها، اي حاجة ما فيش مرة يسأل هاكل ايه، لكن بجوارها الكمون والقش الناشف. فعايز اقول بقى ان عجبه الاكل، هياكل نص ياكل ربع ياكله، لكن بيكمل بالقش والكمون. برضه عايز اقول برضه يعني مثلا انا اي في سرايتي القديمه خالص رحت له، كان وديع نزل عشان العيد بتاع القيامه، كنا في اسبوع البسخه ولا اخر او اخر الصيام مش عارف، وكان احنا الاكل بجنة يجينا كل يوم سبت، كل يوم سبت يجينا الطعام من البطرخانة في اسكندرية، نخليه عندنا في أوضة ضلمة عشان ما فيش تلاجات، وكل يوم ناخد حاجة ويبقى الباقي في الأوضة الضلمة دي كانها تلاجة. ليه أوضة ضلمة يعني؟ عشان تلاجة تعتبر كانها تلاجة يعني، هو النور يمكن والشمس هيغير الطعام مثلا. فأنا بقى إيه وديع نزل وراح بيته وأنا دخلت له بقى، ما أنا هطبخ بداله بقى، نطبخ إيه النهاردة سيدنا؟ قال إشمعنى النهاردة؟ ما أنا عارف كل حاجة بتحط له باكلها يا ما باكلهاش هو يتحط له خلاص. اشمعنى النهارده يعني يا سيدنا؟ ما انا يعني صحيح انا بشوف انه بعض الطعام ما بينزل زي ما هو او مش ماكل منه، بس عشان قلت عشان سيدنا يطلب ايه؟ قال لي اي حاجه. طب يا سيدنا ايه؟ طب قول انت، طب عندكم ايه؟ قلت له عندنا طبعا ما السبت بقى يبقى ايه؟ عندنا كل الاسبوع بقى كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي خلاص اهو كويس، اما انا شكله النهارده هناكله بكره. طب يا سيدنا بس اطلب. قال لي لا، قال لي تعمله كويس. تعلمت ان هو مش عايز حاجه، اللي هتحط له خلاص، مفيش مرة طلب. بس قلت قعدت اضغط عليه جامد، قال لي طب اعمل لي ملوخية ناشفة. طبعا انا نازل من عنده فقابلني ام بامينة بيقول لي هتعمل ايه لبطرك؟ قلت له اعمل لي ملوخية. قال لي مفيش خضار. قلت له لا هو طلب. قال لي تطلب ايه؟ ايه اللي طلب؟ يعني يطلب يعني ايه؟ انا مش عاوزين اللي يخليه يطلب، عم يديله الحاجة اللي تغذيه. قلت له عايز الغذية بتنزل سليمة ابونا، الصحون بتنزل بشوفها، ما مش هكون ربعها ولا نصها. قال لي بديله حاجة مغذية. اقول انت حر. يا حتى اللي بتشوف المناقشة شكلها ايه؟ طب طقوس اسبوع الالام، يعني البابا كيرلس كان بيصلي الاسبوع في البطرخانة ولا كان بيلف على الكنيسة؟ لا ده كان برضه كان معاده ينزل 3:30 4 الصبح كل يوم في التسبيحة العادية. في الاسبوع الالام كنا ننزل الساعة 3:30 4 الصبح. ما فيش حد في البطرخانة خالص، يقرا هو النبوات ابتي عربي وانا اشاركه شوية. يقرا المزمور كان بقى بيقول بلحن، يعني هو كان حافظ لحن المزمور كبرته كان حافظه يقوله. وبعد كده المزمور بالابتي والانجيل بالابتي وانا اقول بالعربي. وبعد كده الطلبات في لما الالفات تبتدي تيجي ولا ده من الصبح الساعه 4 لغايه الساعه 7 تقريبا نمشي. وبعد كده الساعه اظن الساعه 10 ينزل نمشي 12 ونبتدي ننزل 3 نمشي 5. لا كان مواظب فوق ما تصور يعني.